حياكم الله متابعي المربع نت من جديد، حلقة جديدة من برامج عروض رمضان بنغطي لكم فيها عروض الشهر الكريم، لكن اليوم بنغطي لكم وكالة الجميع شفرلي وجي ام سي اللي يقدمون فيها عروض الكاش والتمويل وبرامج واكواد خصم اونلاين. وعشان تكونون في الصورة، الجميع يوفر دعم رمضاني خاص لعملاء الكاش اللي يجون للمعرض. وللعلم ترى كل سيارات موديل 2022 تجي بضمان 5 سنوات او 100,000 كيلو. اما اذا ودك تقصد فوفر حلول تمويلية متنوعة على سياراتهم، وتحديدا سيارات شيفرلي تاهو وترافرس وبليزر وجي ام سي يوكن. التمويل طبعا يتوفر بالتعاون مع جهات تمويلية مختلفة، وهي بنك الراجحي والاهلي والرياض والسعودي الفرنسي وبنك البلاد. لكن تعالوا خلونا نشوف البرنامج لكل بنك. اولا البنك الاهلي، وعنده البرنامج التمويل لمدة 5 سنوات او 60 شهر، 0 دفعة أولى، 0 رسوم إدارية، ونسبة الربح تتراوح بين 0.5 إلى 1.5% باختلاف السيارة، و40% دفعة أخيرة، وفي برنامج 50-50، 50% الآن و50% بعد سنتين، و0 رسوم إدارية و0 مرابحة. أما السعودي الفرنسي يتوفر أيضا برنامجين، برنامج التمويل لمدة 5 سنوات اللي هو 60 شهر، 0 دفعة أولى، 1% رسوم إدارية، 1.80% نسبة الربح، و40% دفعة الأخيرة. والبرنامج الثاني 50-50، 50% الآن و50% بعد سنتين، 1% رسوم إدارية و0.99% مرابحة. أما بنك البلاد عنده أيضا برنامجين، البرنامج التمويل لمدة 5 سنوات 60 شهر، 0 دفعة أولى، 1% رسوم إدارية، ونسبة تتراوح بين 2.19% أو 2.39% باختلاف السيارة، و40% الدفعة الأخيرة. والبرنامج الثاني 50-50، 50% الآن و50% بعد سنتين، 1% رسوم إدارية و0 مرابحة. أما بنك الرياض عندهم برنامجين، البرنامج الأول برنامج التمويل لمدة 5 سنوات اللي هو 60 شهر، 0 دفعة أولى، 1% رسوم إدارية، ونسبة الربح تتراوح بين 1.99 إلى 2.25 باختلاف السيارة، 35% إلى 40% الدفعة الأخيرة أيضا حسب السيارة. والبرنامج الثاني 50-50، 50% الآن و50% بعد سنتين، و0 رسوم إدارية و0 مرابحة. ونختتم العروض التمويل بمصرف الراجحي، واللي يوفر برنامج واحد فقط، وهو البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات اللي هو 60 شهر، 0 دفعة أولى، 0 رسوم إدارية، 2.50% نسبة الربح. خلصنا الآن التمويل، وخلونا الحين نشوف البرامج والعروض المبتكرة اللي توفرها الجميع لعملائها في شهر رمضان. ونبدأ برنامج جمعة رمضان، وهو برنامج أعتقد أول مرة تسويه وكالة في السعودية. البرنامج ذا مبدأ بسيط، إذا 2 دخلوا الجميع اشتروا السيارة، أو 1 أخذها بالتمويل والثاني كاش، طالما جوا مع بعض في دعم إضافي على السيارة لهم. ثاني برنامج، الشركة تعرف أن التسويق أونلاين شيء مهم في رمضان، وأغلب أهلنا يشترون ملابس العيد من عدة مواقع. الجميع اتفقوا مع موقع نون عشان يعطونهم كود خصم خاص للجميع وعملاء. طبعا هذا الكود مو شرط أنك تكون عميل عند الجميع، وكمبادرة من الجميع يوفر هذا الكود 15% خصم على طلبك الأول، و10% خصم على باقي طلباتك. آخر برنامج أو عرض، أن الجميع طلعوا أسعار خاصة على موديلات 2021 اللي بيشترون عن طريق موقعهم الإلكتروني فقط. الكمية محدودة والوقت محدود لفترة رمضان، فاللي مهتم يلحقها. فإذا ما عجبتك موديلات أسعار أو عروض موديلات 2022، تقدر تشتري موديلات 2021 بأقل سعر أونلاين. طبعا موديلات 2021 عليها ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات. في الختام اكتبوا لنا في التعليقات وش اجمل سياره عجبتكم من سيارات شيفرلي وجي ام سي، واللي معاه واحده من سيارات الحاليه او السابقه يكتب لنا تجربته عليها. ويا ليت تسوون لايك للفيديو، ولا تنسون تشتركون معنا في القناه عشان يوصلكم جديد عروض السيارات، واكتبوا لنا ايضا وش تبون نغطي لكم عروض الوكاله الجايه.